رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، والحين بنلتقي مع أبطال منتخب الكويت للتنس الأرضي واللي دائما ما يحققون الإنجازات اللي تفتخر فيها الرياضة الكويتية، وآخرها كانت بطولة الخليج اللي شاركوا فيها حققوا الميداليات الذهبية. معنا لاعبي منتخب الكويت لكرة التنس عبد الرحمن العواضي، حياك الله معنا. الله يحييك، مشكور. وعبد الحميد محبوب، حياك الله معنا. الله يحييك، مشكور. أول شيء طبعا مبروك على هذا الإنجاز الجميل اللي حققته، وأنتم فخر للكويت وللشعب الكويتي على هذا الإنجاز الرياضي اللي حققته. بدنا في البداية لو تقولوا لنا عن شعوركم بعد هذا الإنجاز. والله كان شعور وايد حلو، نفذنا بطولة الخليج، خصوصا بالأوضاع الحالية اللي قاعد نعيشها بالديرة. طبعا مع علي غاف رياضي، وايد طبعا استانسنا فزنا بطولة الخليج، لان احنا قبل 3 سنين اخر مرة لعبنا بطولة الخليج على ما اعتقد خسرنا، خذينا المركز الثالث، فوايد كان شعور حلو هذا ان فزنا بالبطولة. اي نعم، بالنسبة لك عبد الحميد؟ والله بالنسبة لي ان احنا كنا مفركين البطولة هذه من صار لنا يمكن شهر قاعد نعد لها يعني، والحمد لله جبنا المركز الاول، يعني مثل ما قال عبد الرحمن خلينا المركز الثالث السنة طافت، والحمد لله ردينا خلينا المركز الاول ومستانسين بالفوز هذا. مبروكين اكيد على هذا الانجاز الجميل، واكيد انجازات كثيره راح تحققونها في المستقبل. عبد الرحمن، قل لي عن البطوله اكثر من الناحيه التنظيميه، شلون شفتوها؟ البطوله كانت بالفجيره بالامارات، والتنظيم والله كان وايد ممتاز، الملاعب كانت حلوه، والمكان والمجمع التنس كان وايد ممتاز، وكان التنظيم طبعا جدا متميز، وقدرنا نلعب. طبعا هي البطوله كانت وايد طويله، تقريبا قعدنا هناك مدة أسبوعين. لعبنا بطولة الفرق اللي هي بنا فيها المركز الأول، وبعدها بأسبوع لعبنا الفردي والزوجي. وطبعا كانت وايد متعبة علينا البطولة، لأن قعدنا يمكن تقريبا كل يوم نلعب على الأقل مبارتين، المباراة تقريبا من ساعة لساعتين تكون، يعني هذا المعدل يكون مال المباريات، ويعني الحمد لله قدرنا نتغلب على الصعوبات هذه ونجيب البطولة. الحمد لله. عبد الحميد، تكلمنا عن الاستعدادات اللي كانت قبل البطولة، شلون استعديتوا لها؟ قبل البطولة لعبنا بطولات فيوتشر ومعسكر نفس الوقت، هي بطولات دولية التصنيف العالمي الاي تي بي. لعبنا يمكن بطولة كانت بطولة عربية اول شيء بالمغرب كانت، وقبلها لعبنا بطولات بالكويت استعدادا حق بطولة الفجيرة هذه، والحمد لله رب العالمين توفقنا وخذناها. عبد الرحمن، شنو هي الدول اللي نافستكم في المراكز الاولى واللي حسيتوا انه في تحدي كبير بينكم؟ والله كانوا يعني تقريبا اقوى دوله كانت قطر، هي اللي كانت تنافسنا، خصوصا ان فازوا علينا تقريبا قبل البطوله، قبل ما نباريهم بالنهائي يعني بتقريبا 3 أسابيع بالمغرب هم فازوا علينا. فيعني مثل ما تقول كنا ناطرين احنا نباريهم المره اللي بعدها عشان نقدر نفوز عليهم، والحمد لله قدرنا نفوز عليهم. هم دوله الامارات كانت قويه يعني كانت منافسه، بس احسن لاعب عندهم اللي هو عمر باهوزيان كان متعور فانسحبوا من البطوله هذه، وقدرنا الحمد لله نعم نفوز عليهم. نعم. عبد الحميد، منو اكثر منتخب حسيت ان المنافسه كانت معه صعبه؟ هي مباراه النهائي مع قطر كانت قويه وايد، يعني حتى قطر البطوله العربيه كان فاز علينا قبل النهائي. ويعني كانت مباراه صعبه النهائي، يعني هذه كانت مع لعبت مع لاعب جبر المطوع، وعبد الله مقدس لعب مع لاعب مبارك، فكانت قويه، يعني اللي يفوز هو اللي ياخذ يتقدم بالنتيجه، والحمد لله فزنا 2-0 ونزلنا الزوجة الثالث أنا وزميلي عبد الرحمن، الحمد لله خذيناها 3-0 وتوفقنا. نعم. عبد الرحمن، دائما ما يكون الاحتكاك مع اللاعبين ممكن أنه هو يخلي الإنسان نفسه أو اللاعب نفسه يتطور بشكل إيجابي، منو من اللاعبين اللي تحس أن تواصلك معهم أثر فيك بشكل إيجابي؟ والله يعني اللاعبين قصدك اللي باريتهم عدل؟ والله يعني مثل ما تقولين احنا بالكويت نعتبر اقوى دوله يعني بالخليج من ناحيه التنس، يعني عندنا انا وعبد الله مقدس اللي هو يا ويانا البطوله مو متواجد حاليا، وعبد الحميد، يعني احنا نعتبر احسن لاعبين، فلما نباري الفرق الثانيه نستفيد منهم طبعا. واكثر لاعبين يعني اللي مثل ما تقولين استفدت منهم لما باريهم اللي هو عبد الله مقدس نفسه، وباريته بعد انا بطوله الخليج، احنا نقدر نباري بعض. وهم عندنا لاعبين من قطر اللي هم مبارك شنان وجبر المطوع، هذول اكثر لاعبين يعني مثل ما تقولين لما باريهم تصير منافسه ونستفيد من المباراه. اي نعم. بالنسبه لك عبد الحميد؟ والله بالنسبه لي يعني زميلي عبد الله، يعني هو مع بعض يعني احنا، فكن اكثر واحد استفيد منه يعني عبد الله، لانه هو اكبر منه بفارق سنين وايد، فيكتسب منه خبرات يعني، بالعكس. وايضا محمد الغريب يعني
طبعا مشهور محمد وهذا، فاحنا نكتسب منه خبرات يعني اثنيناتهم يعني. اي نعم. انزين عبد الرحمن، يعني شلون تشوفون مستقبل التنس الارضي في الخليج حاليا؟ والله مستقبل التنس بالخليج وايد متطور يعني. طبعا انا اعتقد انه يعني خلال كم سنه قدام راح نشوف وايد لاعبين يطلعون، لان خصوصا عندنا بالخليج بطوله دبي اوبن وقطر اوبن، هذه اللي البطولات هذه تيها يجونها كل لاعبين تقريبا، جوكوفيتش، فيدرر، نادال. فهذه الاشياء هذه تزيد من حماس وتطور اللاعبين الصغار، فان شاء الله يعني نشوف مستقبل باهر حق اللعبه هذه بالخليج ان شاء الله. عبد الحميد، شنو هي طموحاتك المستقبليه من ناحيه رياضه التنس الارضي؟ والله طموحاتي ان شاء الله ان اتقدم بالتصنيف العالمي، لان انا وزميلي عبد الرحمن تو ماخذين نقطه بالاي تي بي. حلو. فتود عشان التصنيف العالمي ان شاء الله يعني نلعب بطولات وايد عشان ندس التصنيف العالمي، نوصل على الاقل يمكن توب 100 على العالم يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لك عبد الرحمن؟ نفس مثل ما قال اخوي عبد الحميد، احنا تونا ما صار لنا تقريبا 3 اشهر ومطلعين لنا تصنيف عالمي، يعني هذا الشيء صعب جدا، تحتاج سنين انك تشتغل عليه، وان شاء الله احنا كثر ما نقدر، احنا بعد 3 ايام بنسافر بنروح مصر نلعب بطولات دوليه هذه ترفع التصنيف. ايه؟ فهذا طموحنا ان شاء الله نصعد بالتصنيف العالمي ونمثل الكويت احسن تمثيل. بس هذه البطوله ولا في بطولات ثانيه راح تكون؟ في وايد بطولات، بس هذه تعتبر يعني من البطولات اللي تنحسب عليها النقاط العالميه. وهذه يعني مثل ما تقولين كثر ما نقدر نسافر بالسنه، يعني هل وايد بطولات، تقريبا احنا نسافر من 7 ل 2000 بطولات، والمفروض احنا نسافر 30 35 بطوله عشان نصعد بالتصنيف العالمي. نعم. فان شاء الله السنه تكون سنه خير ونسافر وايد ان شاء الله. كلمه اخيره حابين توجهونها او حابين تشكرون احد؟ والله احب اشكر طبعا الاتحاد الكويتي ان ساعدونا وخلونا نوصل حق الانجازات اللي سويناها، واحب اشكر اخوي عبد المحسن بعد انه ساعدنا ويابنا الغاء هذا، والحمد لله يعني ان شاء الله يعني نكمل على المشوار هذا ونجيب نتائج زينه حيل ان شاء الله. بالنسبه لك عبد الحميد؟ حبيت اشكر رئيس اتحاد التنس الشيخ احمد اليابر والاعضاء مجلس الاداره كلهم اللي وقفوا ويانا وساعدونا عشان نوصل المستوى هذا ونحقق الميداليه الذهبيه. وحبيت اشكر جميع المدربين واللاعبين اللي ساندونا هناك في البطوله. يعطيكم العافية وألف مبروك على هذا الإنجاز. شكرا لك عبد الرحمن العوضي وعبد الحميد محبوب عفوا، لاعبي منتخب الكويت لكرة التنس. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم من بعد الفاصل. أنور صرخو والتحليلات الرياضية.